شنو الاستعداد ديالكم هذه المحطة تاعتي؟ الاستعداد ديالنا علىين مستعدين بكل أشياء بفضل المناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية المالية، حيث استطعنا تكون عندنا تغطية شاملة على الصعيد الوطني في كل أقاليم ومدن المملكة، تغطية تاع 100%. استطعنا أنه ضمن المرشحين قدمنا 570 مرشح ومرشحة، من ضمنهم 167 امرأة أي بنسبة 30%. هناك مدن اللي حصلنا فيها قبل إجراء انتخابات على 100% من المقاعد، أذكر منها وجدة، العرائش، تارودانت، تطوان، وزان، الشاون وقلعة الصرغنة. باقي المدن أيضا حصلنا فيها على مقاعد، حيث أننا حصدنا الآن ما يناهز 118 المقعد في قطاع الإصلاح في قطاع الاقتصاد والمالية، و22 مقعد في إصلاح الإدارة، و10 المقاعد في الوكالة الوطنية للتأمين والاحتياط الاجتماعي. المعركة اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، واللي تعتبر محطة أساسية في حياة الأجراء وكذلك محطة في المسار الديمقراطي كجميع الانتخابات، وبالتالي احنا نقابتنا كيف ما كانت نقابة ديمقراطية بطبيعة الحال ونقابة مبادرة وديما كانت قوة اقتراحية. اليوم كنتقدموا ببرنامج اللي صغناه بشكل تشاركي مع جميع الفئات، المهندسين، التقنيين، المحررين، كذلك النساء كمكون أساسي داخل الوزارة. كيف ما كتعرفوا أن هذا القطاع هو قطاع حيوي وقطاع حساس، هو في الواجهة، والدليل لذلك أنه في كوفيد كان لعبوا دور كبير الناس ديال المالية. زيد على ذلك أننا أمام برنامج المقترح ديال الحماية الاجتماعية واللي غيخدم فيه هذا الموظف بشكل كبير، وبالتالي نحن نتقدم بإطار قانون اللي تحمي من أجل حماية الموظف، من أجل تجوية أو تصفية الأجواء داخل الوزارة، ومن أجل عيش كريم لموظف وزارة المالية وموظفة وزارة المالية. وبالمناسبة لابد من نركز بأننا كنقابة تؤمن بمقاربة النوع أننا قدمنا نساء ملتزمات ومناضلات وكذلك شباب، وهاد النساء تجاوزنا في الغالب 40% وبعض الحالات 50%، لا على مستوى التدليست ولا على مستوى التشكيلة ديال اللجان. وبالتالي ندعو الموظفة والموظفين للتصويت حتى نكون قوة اقتراحية، قوة مبادرة كيف ما قلت، من أجل كسب هذا الرهان ديال القانون الإطار. الحملة بدأت بديناها يوم الخامس 3 يونيو في جو من الوعي والمسؤولية، قدمنا كتيب فيه الحصيلة ديال النقابة ديالنا وفيه البرنامج الانتخابي، حصيلتنا اللي كنعتزوا بها براسنا مرفوع، وكذلك برنامجنا الانتخابي اللي كيركز بالأساس على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل تعزيز المكتسبات وتثمين التراكمات اللي حققناها منذ التأسيس سنة 1996، وبالتالي المرتكزات الأساسية ديال النظام الأساسي بعجالة في المحاور الأساسية الكبرى هي كالتالي: الحماية القانونية لموظفات وموظفي الوزارة، وضع نسق سريع للترقي، وضع منظومة جديدة تسير التحولات اللي كتعرفها الوزارة في المجال ديال التنقيط والتقييم والتكوين المستمر، وكذلك جعل العلاوة جزء لا يتجزأ من أجر باش تحسب العلاوة في الأجر. كيف كتعرفوا الموظف المالية أو الموظفة في المالية ملي كيتقاعدوا الأجر كينزل، كيولي عنده معاش ولا بريم كتمشي. حنا الآن بغينا لا بريم تدخل في الصالير كجزء لا يتجزأ من الأجر باش تحسب في التقاعد، وكل شيء هذا النظام الأساسي كامل كيجي في إطار واحد التصور تشاركي وديمقراطي اللي نهجته النقابة الوطنية الديمقراطية المالية من خلال التواصل مع كافة الفئات العاملة داخل الوزارة، سواء كانوا متصرفين أو مهندسين أو تقنيين أو مساعدين إداريين أو محررين أو مساعدين تقنيين
كل فئات تحاورنا معها بمختلف المديريات، ونظمنا لقاءات بالرباط، فاس، مكناس، مراكش، الدار البيضاء، مع كل، وخرج بواحد التصور تشاركي اللي وضعناه لدى الوزارة واللي غنناضلوا من أجله. كذلك نحن نطمح إلى احتلال الصدارة، نحن النقابة الأكثر تمثيلية ونطمح لاحتلال الصدارة وبفارق كبير، نطمح لنتائج أحسن من سنة 2015، وذلك لتقوية موقعنا النضالي والتفاوضي داخل القطاع. وبالتالي فغطينا كل الدوائر الانتخابية، غطينا 145 لجنة من 148. الآن عندنا بدينا الحملة الانتخابية، وحنا عندنا مجموعة من الأقاليم اللي وضعنا فيها الترشيحات بوحدنا، بحال مثلا وزان شفشاوان، بحال العريش، بحال وجدة، بحال يعني مجموعة من سميتو اللي وضعنا فيها لوائح، وكنأملوا أننا إن شاء الله